لا هو اكيد طبعا ضربات الجزاء، فاكيد طبعا قبل المباراه الراجل بيبقى محدد مين اول وثاني وثالث، لكن طبعا ضربه الجزاء الاولانيه ما كانش صلاح محظوظ فجالنا ضربه جزاء ثانيه، فاكيد طبعا صلاح موجود في الملعب فاكيد هو اللي بياخدها، لكن اكيد طبعا تريزيجيه كان عايز يجيب جول فما كانش محظوظ المباراه اللي فاتت، ان شاء الله ربنا يكرمه بكره ويقدر يجيب جول واثنين وثلاثه ان شاء الله، فما فيش اي مشكله يمكن الراجل عامل نظام او قبل المباراه بيقول مين رقم واحد مين رقم اثنين مين رقم ثلاثه، اكيد صلاح لو مش موجود في الملعب اكيد رقم اثنين هو اللي هي هو اللي هياخد الكوره، فدي حاجات كلها طبعا مبنيه في لا ما اعرفش. يلا يا تاج.